ناطق للتأسيس، تأسيس الصحيات. هذا محلك وهذا المفتاح. يلا فرحان. اي والله فرحان. يلا ما شاء الله. يلا بسم الله. الله والديك يشرح. وهذا باسمه. الله يبارك فيك. الله يفرحكم ان شاء الله. الله والديك يعطيكم صحه وعافيه. اي والله الحمد لله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله مبروك عليكم. يلا تعالوا تفضلوا. ما شاء الله بسم الله. يلا صل على محمد وعلى محمد. شلون؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا قص اللي. يلا. فرحان. كويس فرحان. الحمد لله. غيري ماني. اشكركم ويبارك فيكم رب العالمين. ان شاء الله يستر عليكم وعلى قناتكم. ان شاء الله يحفظكم. ان شاء الله يستر عليكم. مبروك عليكم. شنو ناطق حتى ايش اسمه؟ لا اسمه ما يشتغل المقطع. يشتغل ان شاء الله. يلا طب برجلك اليمنى. برجلك اليمنى. يلا اللهم صل على محمد. يلا اللهم صل على محمد. لك بعد ربي يحفظك. وتبقى الشغل والهمه ان شاء الله. امين امين. نشتغل ان شاء الله. موجوده واحنا موجودين ان شاء الله قريبين. شنو تحتاج؟ ربي يوفقك ان شاء الله. يوفر لك. ربي يوفقك. والله ما قصرت. ربي يوفقك. خير عليك ان شاء الله. زين احنا هسه شلون احنا نرجع ناكل يوم الحلويات شيء بعد على الفطور؟ شو تقولون؟ نفطر يومهم؟ لا نفطر ونرجع لهم، شو تقولون؟ يلا هاي يلا نجي نطلب نفطر وبعدين ناكل حلويات ونتوكل. شو تقولون؟ يلا ان شاء الله حتى تلحقون على الفطور. يلا نتوكل على الله ان شاء الله. يلا ان شاء الله بخير عليكم. ولأن وضع ناطق استثنائي وبحاجة المزيد من الدعم، وخاصة بعد الزيارة اللي أجراها فريق رحمة إلى بيته، وإجى القرار بتخصيص ميزانية إضافية لإجراء بعض التعديلات على بيت ناطق. بدت عمليات الترميم والتجهيز وصبغ حتى يكون الوضع جاهز من البيت للمحل، وتصير نقطة بداية تليق بانطلاقة ناطق الجديدة. ان شاء الله يوم خير ويوم بركه عليكم. ان شاء الله افطار الخير علينا وعليكم وعلى كل امه محمد. ان شاء الله بهذا اليوم احنا فرحانين على فرحكم. انا اريد اعرف اليوم من الحجي رد فعلك كان كلش قوي واريد تبقى بالمحل. ان شاء الله ان شاء الله. اشرح لي على فرحتك. ليه كنا بالشارع وما اخذتنا شويه فطرنا وقعدنا عندك تسولف لي. نعسك اشكرك. تفضل يا ابي. خير ان شاء الله وبركه عليك وعلينا وعلى امه محمد. امين. وعلى السلام كل شيء. آمين. وهذا رمضان ان شاء الله ان شاء الله يعيد على كل الاسلام خير وهال الوباء يوخرها عنا. قلت لي بدايه يعني كنا نسولف انا وياك، قلت الحجيه كان عندها امنيه. اي شنو هي امنيتها؟ امنيتها شوف ابنها. اي بس قرب لي. اي ابنها مرتاح. اي يلا الحمد لله شكرا. الحمد لله. اي قدر الله. الحمد لله. هسه هو مرتاح ان شاء الله يا رب. والله والديه ست اشكرك. الحمد لله. اعطي ناطق. ربي يوفقك. ناطق هسه اكيد الوالده مرتاحه وهي نعم نعم اشكرك. ربي يوفقك. طول عمرك بحضوركم الطيب. وبديت مشروع جديد. امين امين رب العالمين. ان شاء الله جديد. فاجئتونا جيتكم الحلوه ومفاجاتكم ما شاء الله. جدا فرحان. الحمد لله. ربي يوفقك ست.